في حديث اخر ان اهل البصره كتبوا الى الحسين بن علي يسالونه عن الصمد الصمد يعني شنو فكتب اليهم بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فلا تخوضوا في القران ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم انتم بامكانكم تاخذون كتاب الكيمياء بدون معلم تفهمونه ممكن شايفين واحد في العالم ماخذ كتاب الكيمياء وفهمه بلا معلم، يمكن العلم الكتاب لا يكفي، الكتاب يحتاج إلى مبين ويحتاج إلى مفسر النبي الاعظم واهل بيته هم مفسرو القران فقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه واله يقول من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ثم يتكلم حول معنى الصمد حديثا مفصلا هذه العقده اللي دوخت البشريه عقده القضاء والقدر مو محلوله. اي مذهب من المذاهب الاسلاميه ما تمكن ان يحل هذه العقده. موجود حل هذه العقده في احاديث اهل البيت. كتب فلان الى الحسين بن علي بن ابي طالب صلوات الله عليه يساله عن القدر فكتب اليه اتبع ما شرحت لك في القدر، مما افضي الينا اهل البيت. فانه من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد كفر. انتم تؤمنون بالقدر خيره وشره، يعني شنو؟ شنو معناته؟ لا يمكن لغير النبي الاعظم ولاهل بيته صلوات الله عليهم الذين هم ورثه علمه اي يحل هذه المعضله وهذه المشكله القضيه لا تختص بالمعارف تتناول جميع جوانب الحياه واحد عندما يطالع ثقافه اهل البيت يجد اشياء عجيبه في ثقافه اهل البيت